زيارتي إلى قسطنطينة، زيارتي إلى يعني منبع العلم والعلماء، وزيارتي إلى أهل المروءة والوفاء، وزيارتي إلى يعني هذه الأرض الطيبة. لا أنت تستشعر أنت في قسطنطينة عندما تدخل على حدودها أنك صرت واحدا منهم، وصرت نسيجا في ثوب، يعني خيطا في ثوبهم، وصرت جزءا من كل منهم، فهم يحتضنون من يأتي إليهم حتى تشعر أنك منهم، وحقيقة أنا أشعر أنهم مني وهم من وأنا منهم.